من LBCI مساء الخير إليكم. أبرز العناوين: من القصير إلى البويضة الشرقية، النظام السوري وحزب الله يستعدان لمعركة حمص وحلب، سبت حذر في طرابلس والجيش يواصل إجراءاته، وتركيا تحاول احتواء الأزمة بالحديث عن استعداد لتعديل المشروع الذي أشعل الشرارة. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع ماريو عبود وجوزيان رحمي. مساء الخير. طريق جنيف لا تمر في القصير وحسب، بل يبدو أنها تمر في حمص وحلب أيضا، ولهذا بدأت التقارير تتحدث عن أن وجهة جيش النظام وحزب الله اللبناني هي حمص ثم حلب، في محاولة من النظام لامتلاك أكبر عدد ممكن من الأوراق قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. الموعد المرتقب هو 25 من هذا الشهر، أي بعد 17 يوما، وفيه سيكون الاجتماع التمهيدي. فهل هذه الفترة كافية للنظام ولحزب الله لحسم المعركة في حمص وحلب؟ لبنانيا لا حكومة لمن تنادي، فالتكليف دخل شهره الثالث والتأليف متعثر، خصوصا بعد الحديث عن أن حزب الله رفع سقف شروطه بالتزامن مع نتائج معركة القصير. أما الترقب الثاني فهو لما سيؤول إليه قرار المجلس الدستوري في شأن الطعنين، البداية من سوريا وتحديدا من البويضة الشرقية وحمص، حيث ننتقل مع الزميلة إذن نتابع قبل أن ننتقل إلى الزميلة ندى. LBCI جالت في البويضة الشرقية التي يسيطر عليها الجيش السوري. معكم البويضة السورية في ريف القصير وأحد الممرات شمالا إلى مدينة حمص. البويضة الشرقية في يد النظام سقطت في الساعات الماضية، ومنها انسحب مسلحو المعارضة وتفرقوا في اتجاهات مختلفة. المنطقة أخليت صباح اليوم أو عند الفجر، فتركوا حتى آلياتهم وتوجهوا إلى بعض القرى الآمنة. تحت المشفى نفق حفره المسلحون وأمنوا له مخرجا في ملعب المدرسة. ليس بعيدا منه مخزن للأسلحة اكتشفه الجيش، أسلحة خفيفة وثقيلة أخفيت بين الأبنية السكنية، وفي أنفاق كان يتسلل منها المسلحون ويتمركزون. هنا آخر نقطة قاوم فيها مسلحو المعارضة في البويضة، فيها ملاجئ ومراكز ومطابخ لصناعة العبوات والمتفجرات، وعلى الأرض أجهزة وأعتدة وأقنعة واقية من الغازات السامة. البويضة الشرقية مثلها مثل أي قرية من قرى ريف القصير ومثل مدينة القصير تحولت إلى ركام، دمار شامل، قرية، بلدة، مدينة أشباح. الطريق من البويضة إلى حمص طويلة، سلكناها عبر هذا الممر الترابي الذي قيل إن المسلحين عبروه في طريق انسحابهم، لكنهم وسط الطريق تركوا الآليات والعتاد وفروا باتجاهات مختلفة بعدما اشتبكوا مع الجيش السوري. الطريق إلى مدينة حمص عبر طريق حمص لبنان أو حمص دمشق كلها أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري وصولا إلى قلب المدينة. هنا الطريق العام في وسط مدينة حمص، خلفنا دوار الرئيس. هذه المنطقة هي بغالبيتها آمنة، حركة طبيعية، آثار الحرب غائبة عن أبنيتها، وسكانها يجوبون وإن بخجل شوارعها. وفيما نقل اليوم 28 جريحا من القصير إلى مستشفيات البقاع، أفيد عن وصول 11 جريحا منذ بعض الوقت إلى عرسال. 28 جريحا جراء الاشتباكات الأخيرة في القصير عبروا الحدود اللبنانية السورية إلى عرسال، حيث عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. التنسيق الكامل ومواكبة الجيش اللبناني، هيدي الأساس اللي عم بيصير. في مسار آمن عم يقطع عليه الصليب الأحمر اللبناني، أكيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنسيق كامل متكامل، عم ينقل الجرحى من عرسال، ما عم بيقطع الحدود. بس يجينا اتصالات عم بيصير في تواصل مع الجيش اللبناني ومع الأجهزة المعنية تيكون في مسار آمن للصليب الأحمر اللبناني يقوم بمهامه، أكيد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد نقل 8 جرحى إلى مستشفى رشايا الحكومي بمواكبة الجيش اللبناني، فيما وصل 14 جريحا إلى مستشفى فرحات في جب جنين، و6 جرحى إلى مستشفى شتورة، وقد ترافق نقل الجرحى مع تدابير أمنية مشددة. وإلى الزميلة ندى إندراوس المتواجدة بين البويضة الشرقية وحمص. ندى، ما الذي سجل لديك من ملاحظات إن كان على الصعيد الميداني أو أي إجراءات أخرى؟
عسكريا يمكن القول ان القصير وريف القصير بحكم الساقطه عسكريا بيد الجيش السوري ومن يقاتل معه على الارض. هذه المنطقه بفعل سقوط البويضه الشرقيه اخر قريه باتجاه المحور الشمالي باتجاه حمص، يعني ان هذا المحور من المعركه في سوريا قد سقط واصبح في قبضه الجيش السوري والنظام من جديد. اليوم اذا كنا نريد ان نتحدث عن ابعاد هذه المعركه وما بعد معركة القصير، تؤكد المصادر العسكرية ومن يتحرك على الأرض أن التقدم يأتي باتجاه مدينة حمص وما بعد مدينة حمص على كافة مستوى المحافظة. لا تزال هناك معارضة من قبل مقاتلي المعارضة في 4 أحياء في مدينة حمص، حي الخلدية، باب هود، وحرج جورة الشياح والقرابيس. هناك لا تزال المعارك دائرة، وطبعا المعارضة تقاوم بالأماكن المتحصنة فيها، والتقدم بحسب المخطط العسكري لهذه الأحياء وما بعدها طبعا بدءا من تلبيسة والرستن. ولكن اللافت أننا في طريق العودة هنا على طريق الأوتوستراد حمص القصير، ولدى مرورنا في طرقات جانبية من ناحية القصير الربلة سقطت قذيفتان في أحد الأحراج. هاتان القذيفتان مصدرهما من الجرود المطلة على القصير الربلة. لم تؤكد لنا أي مصادر عسكرية ما إذا كانت هناك هذه القذيفتين يعني من مخلفات المعركة أم أنها من جيوب لا تزال تقاوم في المنطقة، طالما أن لا يزال العمل على الأرض جار لتمشيط المنطقة. ولكن يعني بحسب انطلاق هاتين القذيفتين يعني يؤكد أنه لا يزال ربما هناك بعض فلول المقاومة على الأرض، خصوصا وأننا الآن من حيث نحن ندلي بهذه الرسالة لا نزال نسمع في أجواء هذه المنطقة طلقات الرصاص المتقطع من حين إلى آخر. ولكن على المستوى الإجمالي هذه المعركة حسمت بعد أسابيع عن تسارع وتيرتها، أسابيع قليلة على تسارع وتيرتها على الأرض. الجيش السوري هو المنتشر على كافة هذه الأرض طبعا، وهو يؤمنها ويواصل مداهمته لتأمين هذا الخط من محافظة حمص. شكرا لك يا زميلة ندى أندراوس. وبعيدا من القصير أفيد عن اندلاع اشتباكات في محافظة حلب، فيما نفى حزب الله أسرى عناصر منه في سوريا. البويضة الشرقية آخر معقل لمقاتلي المعارضة السورية في منطقة القصير بات في قبضة الجيش السوري الذي استعاد بذلك كامل المنطقة الاستراتيجية وسط البلاد التي تربط دمشق بالساحل السوري. وقد أعلن تلفزيون سوري عودة الأمن والأمان إلى البويضة معلنا العثور على أسلحة محظورة دوليا فضلا عن قذائف تحمل مواد كيميائية عليها كتابات عبرية. إلى هذا نفى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان وقوع مقاتلين من حزب الله أسرى في أيدي الجماعات المسلحة في سوريا، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة. رئيس الائتلاف الوطني السوري بالإنابة جورج صبرا دق ناقوس الخطر لمشاركة مقاتلي حزب الله في المعارك السورية التي تأخذ طابعا طائفيا، محذرا الدول المجاورة من الارتدادات والمجتمع الدولي من مخاطر الغزو. ها هم الغزاة يرفعون أعلامهم السوداء على مآذن الجوامع وعلى قباب الكنائس وفي كل مكان وصلت إليه يدهم الصفراء. إن هذه اللغة الطائفية والسلوك الطائفي لا يحمل مخاطر على سوريا والسوريين فقط، بل على كامل دول وشعوب المنطقة. الله أكبر. وبعيدا من القصير ومع تأكيد المحللين أن وجهة القتال ستتركز في حمص وحلب في الفترة المقبلة مع استمرار الهجمات والاشتباكات في محيط مطار منق العسكري، أعلن المرصد السوري عن اشتباكات ضارية في حلب بين الجيش الحر والجيش السوري بمساندة عناصر من حزب الله، معلنا عن سقوط صاروخ من نوع سكود على معارة الارتيق في حلب. أما في درعا فالمعارك الأعنف في إنخل بحسب المعارضة. دوليا رأى جنادي جاتيلوف نائب رئيس الوزراء الروسي أن مشاركة قوات روسية بعملية حفظ السلام في الجولان إلى جانب الهند والفلبين بعد انسحاب الكتيبة النمساوية وهو طلب رفضه مجلس الأمن هو الحل لأزمة تعزيز قوة فض الاشتباك. أما رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف فرأى أن نشر قوات روسية في الجولان سيعني عودة استراتيجية لروسيا إلى الشرق الأوسط. وأكد ردا على إطلاق الأمم المتحدة لحملة مساعدات بهدف جمع 5 مليارات دولار لمساعدة الدول التي
التي تأوي اللاجئين السوريين، أعلنت روسيا تخصيص 10 ملايين دولار لمساعدة حكومتي الأردن ولبنان في تحمل أعباء تدفق اللاجئين السوريين. يسود الهدوء الحذر مدينة طرابلس بعدما هدأت عمليات القنص والاشتباكات، فيما قتل طلال حسون في إشكال فردي في الأسواق الداخلية في المدينة. وفي سياق متابعة الأوضاع، عقد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي اجتماعا في دارته في طرابلس، ضم الوزراء أحمد كرامي وفيصل كرامي ومحمد الصفدي ممثلا بأحمد الصفدي، والنائبين سمير الجسر ومحمد كبارة. وقد أبدى المجتمعون ارتياحهم للإجراءات الفاعلة والمكثفة التي يقوم بها الجيش لبسط الأمن في المدينة. كرامي شدد بعد الاجتماع على أن الجيش والقوى الأمنية هما الضمانة الوحيدة، مؤكدا أن الأكثرية الساحقة من أبناء المدينة مع الدولة. هي متابعة لكل الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني من انتشار في مدينة طرابلس وضبط هذا التفلت الأمني الذي حصل وخصوصا منذ يومين. وقد تم الاتصال بمعالي وزير الداخلية الذي وعد بمتابعة كل الإجراءات وخصوصا بحضور قوي لقوى الأمن الداخلي خصوصا في الأحياء الداخلية لمدينة طرابلس. رئيس الجمهورية يلتقي سفراء مجلس التعاون الخليجي، وأخبار محلية متفرقة في التقرير التالي. في إطار متابعته موضوع النازحين من سوريا، وضع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير الخارجية عدنان منصور في صورة الموقف الرسمي اللبناني من ملف النزوح والاقتراحات من أجل أن تساعد الدول القادرة في تقاسم الأعباء والأعداد. واطلع سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على نتائج الاتصالات التي يجريها في شأن مخطوفي أعزاز، كذلك التقى وفد المجتمع المدني لمدينة طرابلس. الأوضاع المحلية والإقليمية. حضرت في لقاء وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور سفير إيران غضنف الركن أبادي، الذي أكد أن الاستحقاق الأساسي في هذه المرحلة هو الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية. ملف النازحين السوريين والمعابر الشرعية الحدودية. تصدر لقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، اللذين بحثا في الملفات المشتركة التي جرى التنسيق بشأنها بين المجلس والمديرية العامة للأمن العام. يطالبون بإعلان فوزهم. والمكتبة الوطنية والمخطوطات. التفاصيل بعد الإعلان. ونتابع نشرتنا الإخبارية مع الأخبار المحلية. تحرك جديد لمرشحين مستقلين للانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري للمطالبة بإعلان فوزهم بالتزكية. مرة جديدة يعودون أمام المجلس الدستوري للمطالبة بالبت بالطعن الذي تقدموا به وتحذير القضاء من تسييس هذا الطعن أو تدوير الزاوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. المرشحون المستقلون الذين يعتبرون أنهم فازوا بالتزكية في الانتخابات النيابية مع انتهاء المهلة الدستورية اعتصموا على الطريق خارج سور مبنى المجلس الدستوري بعد ما أقفلت القوى الأمنية المدخل أمامهم، وطلبوا المجلس بتطبيق القانون والقبول بالطعون التي تقدموا بها، معتبرين أنه تجديد المجلس النيابي لنفسه عمل غير دستوري بالدرجة الأولى. اليوم منبشر للرئيس عصام سليمان أنه مجلس الشورى الدولي أصدر قرار أنه مش هو الجهة المختصة بالبت بالطعن بالفوز بالتزكية. هذا الأمر شجع المجلس النيابي على إصدار قانون التمديد اللي هو مخالف لأبسط قواعد ديمقراطية بلبنان. نحن شباب لبنان بنرفض أن يسيس القضاء، بنرفض أن لا يكون لنا حق بفوزنا بالتزكية. نطلب من المستقلين هيئات المجتمع المدني نوقف بوجهن لنخلص من الطاقم السياسي الفاسد. بعد في 12 يوم ب20 حزيران هذا اليوم يجب أن يكون يوم كل اللبنانيين، يوم كل الذين يدافعون عن القانون وعن الدستور، وأن يكونوا في ساحة الشهداء في ساحة الحرية ليقولوا لهؤلاء دوركم انتهى، الوكالة انتهت، لا يمكن أن تمددوا لأنفسكم من دون الرجوع إلى الشعب. شرعوا علقوا ولغوا مادة
وترشحوا ومددوا لنفسهم، ما عرف كيف يعني لوين كفى، كفينا بقى خلص. ومع انتهاء الاعتصام قام المرشحين المستقلين بإيصال نسخة عن بيان التحالف إلى هيئة المجلس الدستوري تذكيرا بالمواد القانونية التي تدعم مطالبهم. بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي 152، أقامت مفارز السير في مختلف المناطق اللبنانية بناء لأمر من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم حواجز محبة بهدف الإرشاد والتوعية، فوزعت على المواطنين مناشير بعنوان حياتك غالي علينا، وأطلعتهم على مخاطر مخالفة قانون السير. وقامت ملكة جمال لبنان رينا شيباني وصفتها الأولى رومي شيباني واتحاد كشاف لبنان بالمشاركة بهذه المناسبة، وزعوا المناشير وعايدوا المواطنين. في اليوم العالمي للأرشيف، المكتبة الوطنية اللبنانية تعرض بعضا من محتوياتها ومخطوطاتها. لمئات السنين صمدت هذه الكتب والمخطوطات متحدية كل عوامل الزمن، إلى أيديهم وصلت ممزقة ومهترئة، فجلسوا لساعات يعملون بصبر على ترميمها والمحافظة على هذا الكنز الثقافي. بداية ببلش تنظيف الكتاب من الغبار والأتربة، وبنفوت بعملية ممكن مثلا الورقة يكون بدأ غسيل لحتى تخفيف نسبة الحموضة اللي فيها، نرجع نبلش بعملية ترميم الورق، تمرق بمرحلة الخياطة. كل كتاب نحن مجبرين كمرممين انه نخيط الكتاب بنفس المدرسة اللي هو كان مخيط فيها. بعد عملية الخياطة بنبلش بعملية التجديد. في يوم الأرشيف العالمي فتحت المكتبة الوطنية أبواب مكاتبها المؤقتة أمام الإعلام لعرض ما تملكه من أرشيف لا يقدر بثمن، كتب مخطوطات وصحف تعود لقرون مضت تنتظر انتهاء العمل بمبنى المكتبة الوطنية. نهاية 2014 بيكون مبنى المكتبة الوطنية يلي بيضم كل اللي صورتوه هون ويلي هو جزء بسيط جدا من يلي لبنان بيملكه بالمقر اللائق بالمكتبة الوطنية، ما يزيد عن 500,000 كتاب ومخطوطة ومجلة بيشملوا تاريخ لبنان ويمكن تاريخ العالم. سنة ونيف تفصلنا عن الافتتاح الموعود لمكتبة طال انتظارها. هل تشعر بأمان في منزلك أو في بلدك؟ الإجابة في فقرة هايد بارك. أنا أكيد ما بحس بأمان بهذا البلد اللي عايشين فيه من وراء الأوضاع الأمنية عم بتصير. بشعر ببلدي بأمان لأنه لبنان كتير حلو وبدنا نعيشه بحلو وبمر. الوضع الحالي بلبنان منه امان ابدا ابدا، انا متاكد ما في حدا بالشعب اللبناني كلياته هلا مطمن. يعني فتره من فتره كثير بعيده حسينا نحن بامان بالنسبه لوجود المقاومه عم تدعمنا من الداخل ومن الخارج. ما بحس بامان ببلدي من وراء الاحداث اللي عم بتصير فيه. ما في امان بلبنان لانه ما في شيء اسمه كيان ووطن ودوله. مطرح ما أنا ساكن لا أمان، في ناس حاملين وأمنين المنطقة، في غياب دولة طبيعي. مع انتشار الأجنحة العسكرية وانتشار عصابات الخطف اللي عم بتصير وما حدا عم يحكي لهم شيء، أكيد أنا بخاف. الوضع بلبنان حاليا منه منيح وين ما كان، بس عنا الحمد لله قضيتنا، الحمد لله عنا أمن زيتي. ولا ما بحس بأمان لأنه ما بتعرف أي ساعة بتيجيك رصاصة أنت وماشي، ما بتعرف أي متى بينزل عليك واحد من سيارة بهددك. الشباب الإيراني والانتخابات الرئاسية. زياد الحص ومغامرة لبنانية جديدة، تابعونا بعد الفاصل. ونتابع نشرتنا مع الأخبار الإقليمية والدولية. الاحتجاجات متواصلة في تركيا، وحزب العدالة والتنمية يرفض إجراء انتخابات مبكرة بسبب الاحتجاجات. موقف متباين خرج به رئيس بلدية اسطنبول، فأعلن استعداده للتخلي عن بعض أجزاء مشروع تعديل ساحة تقسيم والذي كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، لكنه أوضح في الوقت عينه أن مشروع إعادة بناء الثكنة يندرج في إطار وعودهم الانتخابية، والشعب أعطاهم الإذن للقيام بذلك على حد قوله.
في المقابل لم يرضخ المعارضون لليونة التي أبداها إردوغان في خطابه الأخير، فنزلوا مرة جديدة إلى شوارع أنقرة واسطنبول بعدما أمضى عدد منهم ليلته في ساحة تقسيم. لا أعرف ما إذا كان سيستغرق ذلك أشهر أو سنوات، لكننا سنستمر ونبقى هنا. وفيما أعرب زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أجلان عن تأييده للتظاهرات المناهضة للحكومة على الرغم من مفاوضات السلام التي يجريها مع السلطات التركية، يجتمع إردوغان مع كوادر حزبه حزب العدالة والتنمية استثنائيا في اسطنبول. وفي المواقف دان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات التركية واستهداف الصحفيين تحديدا في اسطنبول. عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، على ما يرتكز الشباب الإيراني في خياراته الانتخابية؟ تجمعهم همومهم أمام الشاشة الصغيرة علهم يجدون بالمرشحين لرئاسة الجمهورية الإيرانية من ينقذهم من مشاكلهم. كل واحد من المرشحين الثمانية يسلط الضوء في مناظرته على المشاكل الاجتماعية والثقافية في البلاد لكسب أصوات هؤلاء، فالهم هنا يكبر مع مشاكل البطالة والفقر والإدمان. مشكلة الإدمان أكبر المشاكل التي يعاني منها الشباب الإيراني، ونحن نتطلع لحلول أكثر عملية من أي شخص سيصل إلى الرئاسة. المناظرات تساعد على اختيار المرشح الذي يطرح حلولا أنسب، ونحن سنختار الشخص الذي سيقدم حلولا لمشاكل الاقتصاد كونها تؤثر على المجتمع بأكمله. تتفاوت خطب المرشحين بين التشدد والانفتاح، ومن الشباب من يرى أن الأمر لا يجب أن يقف عند حدود انتظار إنجازات تحل مشاكلهم. منهم من شكل مراكز لدعم بعض المرشحين علهم يساهمون بنقل قناعاتهم عمليا لمراكز السلطة في إيران. تختلف طباع الشباب، وعلى كل فئة أن توصل ما تريد للمرشح الذي يساندها. نحن في التجمع المؤيد جليلي وجدنا في شعاراته ما يناسب طموحاتنا، فقررنا تفعيل نشاطنا لتحقيق مبتغانا مستقبلا. تشكل فئة الشباب المساحة الأكبر من الهرم السكاني في إيران، وفي مجتمع يعيش تحت وطأة العقوبات زاد الهم الاقتصادي مشاكل المجتمع، فيبقى أمل هؤلاء معلقا برئيس إيران الجديد. يعرف الشباب الإيراني أن مشاكلهم تتطلب حلولاً جذرية، ويعرف مرشحو الرئاسة أن عليهم شد هذه الشريحة نحو صناديق الاقتراع. ليس المهم الآن هو انتماء المرشح السياسي، ولكن الأهم هو ملامسة هموم الشباب. فرح الزمان شوقي، المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشنال، طهران. أرجأت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى الاثنين بعد جلسة دامت دقائق معدودة. وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي إن المحكمة حكمت بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمامها، ويعني الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر القتلى عن الجلسات المقبلة. أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أن الرئيس السابق نيلسون مانديلا البالغ 94 عاما أدخل المستشفى مجددا بسبب التهاب رئوي، موضحة أنه في حال حرجة ولكن مستقرة. ويحتفل ماديبا كما يسميه مواطنوه توددا بعيد ميلاده 95 في تموز. والآن إلى الفقرة الطبية مع الدكتور لبيب غلمجي. تحية لكل المشاهدين، بداية فقرتنا الليلة من هوليوود، خبرية عن مايكل دوغلاس، كتار منكم سمع عنه، هي إصابته بسرطان الحنجرة من تقريبا 3 سنين وشفى منها. معنا الدكتور ألان صبري، رئيس قسم جراحة الأنف الأذن والحنجرة الهيد أند نيك سيرجري بالجامعة الأمريكية ببيروت. دكتور صبري، سؤالنا الأول هو هل هالحالات عم تتزايد بلبنان وشو سبب هالنوع من السرطان؟ نعم، عم يتزايدوا هالحالات بلبنان، بس خليني صلح هاي المعلومة يا دكتور غلمية انه مايكل دوغلاس لقى سرطان بالأوروفارينكس بالانجليزي اللي هي منطقة اللوزتين، سقف الحلق وكعب اللسان. اسباب نوع السرطان هو تراديشنالي يعني مثل ما بنعرف من زمان هي الكحول والسكر، واكيد سوا بيضروا اكثر بكثير. في دراسات بيقولوا اذا واحد مارس جنس الفاعل مع أكثر من 5 أشخاص عنده شانس أعلى بكتير يلقط السرطان. السؤال الأهم هو شو علاقة الـ HPV بهالأنواع من السرطان؟
مش كل الناس اللي عندهم هالفيروس بيلقطوا هالسرطان. الناس المصابين بالسرطان اللي سببوا HPV فيروس دراسات فرجوا انه عم بيصحوا اكثر من ناس مصابين من وراء الدخان والكحول. وشو هن طرق الوقاية للأشخاص ما ينصابوا بهالنوع من السرطان؟ اوكي، لأن في هذا السرطان أكيد ما بدنا نشرب وندخن، وخاصة الناس اللي بيشربوا وبيدخنوا، وأكيد يعني ممارسة الجنس الفمر الواحد بده ينتبه. نشكر الدكتور ألان صبري على كل هالمعلومات. هيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الليلة. نصيحة أخيرة إنه كل الأشخاص ياخذوا احتياطاتهم لما يكونوا عم يمارسوا الجنس ويكونوا مسؤولين عن كل تصرفاتهم. إلى اللقاء. وإلى الصفحة الرياضية مع ربا جعفر. كرة السلة اللبنانية تعقدت الأمور من جديد، حيث عقدت اللجنة الإدارية لاتحاد كرة السلة جلسة أعلنت فيها الرجوع عن جدولة المباريات اللي صدر عن اللجنة الإدارية بسبب تبلغ الاتحاد الحكم الصادر عن المحكمة. ومن المتوقع أنه يغادر بالساعات القليلة المقبلة اللاعبين الأجانب وتتعلق البطولة بشكل نهائي هذا الموسم. زياد الحص أول لبناني وأول عربي بطريقه لتسلق 14 قمة بالعالم. الشجاعة والمثابرة عنوان المهمة اللي راح يقوم فيها زياد الحص لرفع اسم لبنان بأعلى 14 قمة، التحدي اللي سيجعله من أهم متسلقي الجبال بالعالم. البروجكت اللي هلا أنا عم بعمله هو اسمه فيرست لبنيز، في 14 جبل بالعالم ما فوق 8000 متر. هولي بسموه ال 14 جبل اكسكلوزيف كلوب لانه في بس 29 شخص بالعالم قدروا يتسلقوا لحد اليوم كل ال 14 جبل ما فوق 8000 متر. طبعا ما في اي لبناني ولا في اي عربي قدر يقوم بهالانجاز سابقا. وتحدى الزيادة عن مدى خطورة المهمة. انا عم بعمل هالشي يعني تحدي طبعا اكيد، ومثل ما قلت بفتخر مثل لبنان والدول العربية بهالتحدي. وتسلقت طبعا المون بلان اللي هو على جبل بأوروبا، تسلقت الكليمانجارو وبعض الجبال. نسبة الخطورة مثل ما قلنا على كل جبل في نسبة معينة، أخطر جبل نسبة الخطورة تاعته هي 40% وهو الأنابورنا، لأنه في كتير أفالانش على الأنابورنا. أصعب جبل من هال 14 جبل تكنيكال سبيكينج هو الكي 2 اللي هو تاني جبل أعلى بالعالم 8611 متر. زياد الحص رح يتحدى أصعب الظروف ليحفر اسم لبنان ب 14 قمة وليجعل لبنان ال 10452 كيلومتر مربع على خارطة الرياضة العالمية. لهون نوصل لختام أخبارنا الرياضية، عودة لكم جوزيان وماريو. شكرا ربا. وإلى الصفحة الجوية مع إليز. مشاهدينا مساء الخير. طقس متقلب بامتياز عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتحديدا على لبنان، رح نشهده كذلك خلال الايام المقبله. جو الليل بدايه رح بيكون غائم جزئيا الى غائم مع رياح ناشطه، الحراره بتسجل اقصاها على الساحل 19 درجه. بكره الجو بيستمر ايضا غائم جزئيا بالاجمال الى غائم مع رياح ناشطه، انخفاض بدرجات الحراره وامطار خفيفه محليه، درجات الحراره بتوصل اقصاها ببيروت ل 29 درجة. الرياح لبكرة رح بتكون متقلبة، حالة البحر معتدل ارتفاع الموج، أما الرطوبة رح تتراوح بين 20-70%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ الأحد مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة، انخفاض بالحرارة وأمطار محلية خفيفة و29 درجة أقصاها على الساحل. الاثنين الثلاثة والأربعة بيستقر إجمالا مشمس إلى قليل غيوم، مع أيضا احتمال لرذاذ بالساعات الصباحية لنهار الاثنين، أما الحرارة 29 درجة أقصاها على الساحل. للثلاثة 30 درجة أقصاها على الساحل، أما الأربعة ارتفاع إضافي لتوصل ل 32 درجة. كذلك اليوم مشاهدينا صور لكم من الطبيعة اللبنانية. الصورة الأولى من رولا يونس لمنطقة تعلبية، ريانا تميم وصورة للروشة، منى بشارة صورة من عين سعادة، محمود ديك وصورة من حريصة، فاطمة نصر صايغ صورة من الضنية، وأخيرا فادي عياش صورة للمنارة بيروت.
مشاهدينا بالنهايه دائما بنذكركم تعملوا ابلود لصوركم الحلوه على www.lbci.com/weather. تصبحوا على الف خير. والى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء. الى اللقاء.